كلنا معاكم. هي السينما دي بقى لها قد ايه مقفوله؟ بقى لها 6 سنين مقفوله، كان اخر عرض ليها مسرحيه الدلاعه دوسها في فعب. تمام. بعد كده النقابه خدتها، كانت حصلت نزاع ما بين النقابه وجورج ثلاثي اضواء المسرح اللي هم كانوا مقدرينهم، فخدوها منهم. كان حصل نزاع بقاله كتير وخدوها منهم، والقضية حكمت من محكمة للنقابة. يعني هي تبقى دلوقتي تبع النقابة؟ هي تبع نقابة الزراعية. اه تمام، شكرا. لا سمير شغال مسارح اطفال وعروض اطفال وندوات تبع حركات الثوريه. يعني دي دلوقتي بقى لها 4 سنين مقفوله؟ اه. وبس هي فيها بس مسارح اطفال؟ عرض مسارح اطفال بس. سيما الريحاني وكريم واحد وليدو. سينما ريتس اللي هنا ديت مقفوله بقى لها قد ايه؟ ده مقفولة من حوالي 40 سنة. 40 سنة؟ هو حضرتك فتحت المحل ده من ساعتها؟ من ساعة ما جيت لقيتها مقفولة القفلة دي؟ اه احنا فاتحين من سنة 71. من سنة 71 وهي مقفولة كده؟ مقفولة بالمنظر ده. وايه اللي بقى بيحصل فيها؟ انا سمعت ان كل شوية تتحرق والكلام من ده. اه عشان مهجورة، مبنى لوحده ما فيهوش محلات ولا حاجة. ففي ناس بتحذف حاجات فيها، في عيال لا مؤاخذة من أولاد أطفال الشوارع دي بيباتوا جواها. يعني جم في الاخر عملوا لها سور، شركه عملت سور كده، السور اللي عليها دلوقتي وداريتها شويه، بقت مداريه مش زي الاول. بس ايه موضوع الحريقه ده؟ هم بيرموا حاجات بتتحرق؟ اه اكيد حد بيحذف حاجه، سيجاره مش عارف ايه، لكن هي ما بتتحرقش عادي زي ما هي كده. هي كانت ملكيه خاصه ولا عامه؟ هي ملكيه عامه، وبعد كده اشتريتها شريهان عشان تعملها مسرح. الكلام ده من حوالي 15 سنه. خدتها شريان عشان تعملها مسرح ورجعت تاني، ما سابتها. هي جددتها الاول وكده وبعد كده؟ ما جددتهاش، دفعت 5 مليون جنيه فيها. ده حقيقه، دفعت 5 مليون، ما اعرفش دفعت ولا ما دفعتش، بس اتفقوا على 5 مليون اللي عرفناه. وفي الاخر لقيتها جوه هتعوز مصاريف جامده تاني. ما اعرفش ايه اللي حصل فسابتها. من ساعتها وهي مهجورة ما حدش اشتراها ولا. وما سمعتوش ان في حد طالب يشتريها او حد هيجددها ولا اي حاجه بالكلام ده؟ مبلغ جامد عشان اللي واخده ناصيه حلوه في الشارع. اه اكيد فلوسها كتيره، هتبقى غاليه. ومين النهارده يخاطر في الجو ده؟ السينما تعبانه، البلد تعبت من بعد الثوره، لا في سينمات ولا في مسارح. ايوه صح. كنا زمان شغالين، يعني شارع عماد الدين ده كان مشهور بانه شارع سياحي، كل شارع السينمات، الاسر بتيجي من بعد المغرب، بتاع الاسر ماشيه في الشارع. دلوقتي ما بنشوفش غير جماعه جايين من الارياف يشتروا موتور ولا مولد ولا مكنه. ما عماد الدين ضاع من قله السينمات. يعني هي اثرت كمان على حركه البيع والشراء عندكم؟ اثرت على البيع والشراء وعلى الشارع كله، مش السينما بس، السينمات عموما. اغلاق السينمات في الشارع، السينمات تعب الشارع خالص. اه لان عماد الدين كان مشهور بانه شارع سياحي وكله بينزل الاسره، الاطفال اللي مش عارف ايه، بيخشوا مسرح بيخشوا سينما. وخصوصا من بعد الثوره ما فيش عرب بينزلوا، ما فيش عرب خالص الا الجزائريين السودانيين، الناس التعبانه شويه دي. فلسطينيين بتوع غزه وبتوع حماس. ايوه. فما فيش سينمات دلوقتي زي الاول، والسوق مريح. يعني احنا كنا بنشتغل هنا 24 ساعه ما بنقفلش. من ساعه اللي حصل في البلد ده الساعه 9 بالليل 10 تلاقي الشارع وسوس، مفيش حاجة، كله بيقفل من بعد 9، مفيش أي محلات بتفتح. بيبقى الشارع حاجة تصعب على الواحد.